مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أسامة تمام، عضو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة. أستاذ أسامة، أهلا وسهلا بحضرتك في هذه الحلقة من المواجهة. في البداية حابين نتعرف من حضرتك على الدور اللي بيقوم به اتحاد شباب الجمهورية الجديدة في توعية الشباب للتبرع ببلازما الدم. أهلا وسهلا حضرتك. أهلا وسهلا حضرتك. احنا المبادرة كانت مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. المشروع تم اطلاقه في 14 يوليو الجاري، وتم وعملنا حمله من اتحاد شباب الجمهوريه الجديده للتبرع بالبلازما بالتعاون مع وزاره الصحه. كان اول فعاليات النهارده، وكانت وزيره الصحه الدكتوره هاله زايد كانت اول متبرع دائم بالمشروع، ووصلنا في المشروع ال 1320 متبرع خلال الشهر الجاري. حضرتك بتقول متبرع دائم، ايه الفرق بين المتبرع الدائم والمتبرع العادي او المنقطع؟ هو حضرتك المتبرع العادي ان هو يتبرع مره واحده، المتبرع الدائم ممكن بعد مثلا اسبوعين ممكن يتبرع على حسب حالته الصحيه. لكن ده بيكون بشكل اختياري مش كده؟ بشكل اختياري وتحت اشراف طبعا دكاتره متخصصين وتحت اشراف المركز، لان هو المتبرع لما بيدخل بيتم الكشف اجراء فحص دوري المجاني ليه يشمل جميع الامراض والفيروسات وانت عارف حضرتك انه المراكز مميكنه ومجهزه بحدث الاجهزه والوسائل التكنولوجيه وفقا للمعايير العالميه. طيب اتفضل. وكمان بيتم تطبيق الاجراءات الاحترازيه الفيروس كورونا في المراكز التابعه لوزاره الصحه. ايه هي المراكز تحديدا اللي حددتوها؟ نعم، المراكز اللي حضراتكم حددتوها. المراكز تم تسكين ست مراكز تجميع البلازما في 5 محافظات. المحافظات هي الجيزه، القاهره، الاسكندريه، المنيا، والغربيه. ومقرر ان شاء الله انه يتم تدشين 20 مركز بنهايه العام الجاري على مستوى طيب ردود فعل المواطنين، الاقبال النهارده على المراكز كان عامل ازاي؟ هو الاقبال كان كثيف في اول اسبوع، والمواطنين كانت الناس متشجعه ان هي تتبرع بالبلازما، لانه الموضوع ده موضوع مهم جدا، وان هو هيساهم في طبعا في تنجيح اللي هو التصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لانه الموضوع بيساهم توفير الادويه المتعلقه بعلاج الامراض المزمنه وامراض الكبد والكلى والحروق بدل من استيرادها للخارج، يعني هيكون اقل تكلفه وافضل في الجوده. هل بتستهدفوا الوصول الى عدد او رقم معين من المتبرعين من الشباب تحديدا؟ هو لغايه دلوقتي هو لغايه دلوقتي احنا بنناشد كل شباب الجمهوريه ان هم يجوا يتبرعوا. اتحاد شباب الجمهوريه الجديد بيناشد شباب مصر كلها ان هم يشاركوا في المشروع ويتبرعوا، لانه الموضوع كمننا كمصريين لازم نشارك ونتبرع، وده واجب وطني علينا كلنا. طيب يا استاذ اسامه، لو احد المواطنين الشباب تحديدا بيسمعنا دلوقتي، ازاي يقدر او يروح يتبرع او من خلال بلازما بالدم للمراكز المختلفه؟ لو مش في محافظه فيها مراكز للتبرع، هل بيتم تحويله؟ هل بيتم الانتقال الى محافظه اخرى موجود فيها مراكز؟ هو بيتم توفير وسيله انتقال للمراكز التابعه لوزاره الصحه، دي مجانا ما يتحملش اي اعباء ماليه خالص. وكمان بيتعمل له زي ما قلت لحضرتك بيتعمل له فحص مجاني وكمان الامراض والفيروسات، وكمان بيتعمل له بيحصل المتبرع على بطاقه تعريفيه طبعا بيتكتب فيها اسمه والرقم القومي وفصيله الدم، وتحتوي على كيو ار كود بتحمل جميع بياناته طبعا الطبيه، وعلشان مرة في اي وقت تاني تبقى خلاص الموضوع سهل بالنسبه له، يبقى المركز متابعه في كل عمليات التبرع اللي بعد كده. يقدر يتواصل ازاي مع حضراتكم يا استاذ اسامه؟ هو من خلال المراكز بتاعه وزاره الصحه، يعني حددنا 6 مراكز، 2 في القاهره، واحده في الجيزه، وواحده في الاسكندريه، وواحده في المنيا، وواحده في الغربيه. الاستاذ اسامه تمام، عضو اتحاد شباب الجمهوريه الجديده، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله. شكرا جزيلا.